المرتبة الثانية الإيمان. يعني إلي درجات يبيري إني نكون مؤمني الله سبحانه ما هو وتعالى. الإيمان؟ يعني إيماني دوني إني. هو قول باللسان، كان تقول لا إله إلا الله، يعني نكو يسمى كويني لساني ياكو ولمي واكو نتمكا. واعتقاد بالقلب، يعني هذا تقوله بلسانك لابد أن يكون الباطن موافق للظاهر. يعني وي وي ونتمكا نني لازم يكون إيماني كويني موي واكو. نعم، وعمل القلب كالخوف والمحبة، وعمل الجوارح كالصلاة الزكاة مثلا. يعني منتو نتمكا لازم أفاني أفاني كذي وني ونسيمة. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني إيماني نزيدي كوا كفاني ميما إنا إنا كفيلة فيلة إنا تلمكا كفاني مبايا موف. نعيد مرة أخرى تعريف الإيمان. تنرديا مرة بيني. قول باللسان. كسيما نا ولمي واقو كتمك. واعتقاد بالقلب. نكو أميني كوين يومي واقو. عمل القلب وعمل الجوارح. يعني موي واقو نفانيا ونا نا 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 ميكونو ياكو نا نيزاكو زوتو زي نفانيا كاز. يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. يعني إيماني فيلي فيلي ينزيدي كوا كفانيا ميما نا ينا تلمك كوا كفانيا مبايا مغوف. أركان الإيمان ستة. يعني إذن غوزو زايماني زينكوا غسيتا. هذه هي المرتبة الثانية والله أعلم. إيون دو مرتبة يعني درجة يا بيلي.